وسهلا البنات، كديري لاباس عليكم؟ كل شيء بخير. نتمنىكم يا ربي تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو ديال اليوم. هذا الفيديو اللي بديتو معكم من الصباح بكري، لا نشوف تقريبا مع الصباح بكري. مشيت هكا خرجت نيشان، غير فطرت، مشيت انا واسراء بعدا عند الخياطه، باغا ندير البنات واحد المخده هكا ان شاء الله. بغيت نصايب لهم، جاتني واحد، بغيت ندير لهم هكا السنسله. غادي نمشي عند الخياطه ان شاء الله، وغنرجع حيت اليوم الاربعاء عندي واحد النهار اللي مشارجي. نهار الاربعاء سبحان الله العظيم كيكون عندي واحد النهار اللي مشارجي. خاصني نوجد لبنتي اشنو غتدي معاها، خاصني نجي، خاصني نجمع بزاف ديال الحوايج المهم كيتشارجوا عندي نهار الاربعاء. ونهار الاربعاء كنبغي نستغلو حيت نهار الاربعاء هو اللي كنكون عندي النهار ندير فيه اللي بغيت. اما الايام الاخرى ما عندي كيفاش ندير. مع اسراء كتكون في، راكم عارفين، خاص المدرسة، خاص بزاف د الحوايج، وين كتبقي غادا جاية نهار كامل. نهار الأربعاء كتمشي مرة وحدة كتديها، كتقضي أشغالك وداكشي، وكتعاودي ترجعي في العشية تجيبيها صافي. إيوا المهم هذا ما كان اليوم، راه كنت كيصحابني كاين الإضراب، قالوك راه كاين الإضراب ولكن ما كاين لا إضراب لا والو، ديتها وقراو صافي. غادا بعدا هنا راه شغنقول لكم، مشيت لقيت الخياطة في الأول سادة، وعاودت رجعت للدار. هنا راه ما غتفهمو والو، جيت للدار وجيت لبنتي داكشي اللي غتدي معاها، الماكلة اللي غتدي معاها وكلشي، وموراها رجعت عاوتاني. المهم جيت خديت معايا الشكره، وغادي نديها ندخلها للمدرسه، وغادي نرجع عاوتاني عند الخياطه. المهم اليوم برعايه الخياطه، حيت كنمشي كنلقاها ساده، ما عرفتش علاش، كاينه في المارشي وكنهضر معاها في الواتساب، كنلقى الواتساب ديالها ما خدامش ثلاث ايام دابا الصراحه، ما عرفتش علاش. حيت كتقول لي راه عندي الخدمه بزاف وهذا، وقيلا ما عرفت، فمشيت ما لقيتها ساده، وقيلا مشيت بكري حيت مشيت تقريبا مع ديك سعود العشاء، مشيت عندها ومارشي فعلا ما كيحلش بكري. وهنا اختي راني هازه الاسراء الشكاره، ضروري اختي هازه لها الشكاره، عشان نهار الاربعاء كتكون عندهم النهار كامل الكتوبه كلهم كيديوهم. المهم صحباتي ان شاء الله انتم معايا، واحد الفيديو غيكون زوين زوين، انا متاكده غادي يعجبكم. فيه الحداقه، فيه الطاقه الايجابيه، فيه الفرحه، فيه بزاف د الحوايج اللي هما زوينين. عاد دوزت واحد النهار زعما درت معكم واحد الفيديو ديال تبراد القلب، الحداقه بمعنى الكلمه. قول لي دنيا زعما انت ما حادقاش غير اليوم اللي حداقيتي. والمهم البنات انا راه كنهضر على طبيعتي، ومهم ما تديوش عليا، راه كنهضر عادي. الناس كما كتعرفوا على اختكم دنيا، انا ما كنجمعش عليا الشقه كامل، الشقه كامل الا جمعتي عليك اختي راه غدمري راسك. مثلا اليوم نخمل الصالون، نخمل الكوزينه، هذا راه بزاف، راه ما يمكنش. انا البنات كل نهار كندير حاجه، كل نهار كندير، بحال مثلا البارح حيدت عليا، المهم كل مره شكون حيد. اليوم البنات صراحه النهار ديال الكوزينه، هاد الكوزينه هذه الصراحه مهم. شوفوا انا ما نكذبش عليكم، كدويدوني ما تبقايش تقولي راه كيتنمروا كيضحكوا على الكوزينه. كاين البنات اللي كيضحك على الكوزينه ديالي، كاين اللي كيقول لي فرعتينا راسنا بقادوس، حاطه قادوس انا وكتقولي كوزينه كوزينه، كاين اللي كتقول لكم شتي كوزينات كي دايرين، كل واحد وشنو كيقول. بطبيعه الحال شوفوا حنا الصباع ديالنا كلهم ما كيتشابهوش، وماشي كلشي غادي يكون كيقدر الظروف، وماشي كلشي يكون كيحس بخوه المسلم. بالعكس انا كنحس وكنحنس بزاف، لانني ملي كتكوني مدوزه الظروف اللي هما صعاب كتحسي بالانسان. فانا الحمد لله ما عمرت شفت شي واحد ولا شفت شي واحد ما عندوش وضحكت عليه، لاننا ما عمرت غرناش المظاهر. نقدر نكون انا لاباس عليا وغدا نولي من اسفل السافلين، نقدر نكون غدا فقيره وربي يولي يديرني من اغنى الاغنياء ديال العالم كاع، علاش لا. فديما الانسان يقدر الظروف ديال كل واحد. شكون فينا اللي كره ما تكونش عنده كوزينه واعره؟ شكون اللي كره حتى اختي تولي عندها داك الشيء اخر ما كاين في الماعن واخر؟ ولكن كتمشي على قدك، والحمد لله انا راضيه بالقسمه ديالي وبشنو مقسم لي الله سبحانه وتعالى. غير ملي كتكوني راضيه اختي بداك الشيء مقسم لك الله، ربي راه كيزيد يعطيك كثر كثر. الحمد لله انا كنحمد الله وكنشكره. بعد المرات كنقول شوف فين كنت وفين وليت. والله العظيم انا شوف فين كنت وفين وليت، الحمد لله، وفين غنولي من بعد الله اعلم، داك الشيء باذن الله سبحانه وتعالى. المهم ما عليناش، غير قلت لكم بان كاين اللي كيقول دنيا ما كنشوفش حنا التعاليق السلبيه، التعاليق اختي السلبيه كنمسحهم من القناه، لاني ما يشرفنيش يكونوا عندي. الحمد لله عندي متتبعات اللي كنحترمهم، وما نبغيهمش يقراو هاد التعاليق اللي دون المستوى، فكنحاول نمسحهم. باش وحده ضحكت لك على كوزينه او لا على صالون، بحال حدا قالت لي داك الصالون، داك التغيير، داك الصالون اللي درت لكم تما، قالت لي اش من تغيير ولا اش من سيجور، حاطه سداري فوق قادوس وفرعتينا راسنا. ف راه باش تعرفوا بان راه كاين اللي مريض، كاين اللي مريض زعما، كاين اللي مريض وماشي ندعيو فيه، لا، ملي تبغيو البنات شي واحد مريض وحقود قولي الله يشافيه،
طلبي ليه الشفاء، ما تزيديش تكوني اكثر منه، لا طلبي ليه الشفاء، ربي يشافيه. يقدر يكون مسكين عنده شي حاجه نفسيه اللي ممرضاه، شي حاجه، الله اذا يشافيهم كيما شفتو ويعافيهم يا رب. حكيت الشبيكه ديال الماء مزيان فركتها، حكيت المرايه اختي اللي هنايا، هاد المرايه ما عرفت اختي دي شكون اللي دايرها، انا خلقيتها ما عندها حتى شي معنى والله كنت بغيت نحيدها هي تجرحني، قلت حيدي عليا. هنا البنات حكيت الشبيكه، حكيت الحيوطه، عتشوفوا البنات حكيت، هانتوما دابا حكيت بجافيل وبالبرودوي، هانتوما كتشوفوا على عينيكم، لان تعمدت اليوم ندير هذا الفيديو حيت بزاف التعاليق ماشي عليكم، اللي كيقول لك معفونه، شوفوا الحيط كي داير حالته، شوفوا خاصها تصبغ، باقي ما لقيتش الوقت البنات والله، الا غير بوحدي وايد وحده راه ما كتصفقش، راجلي ما كيكونش، ما يمكنليش ندير كلشي بوحدي البنات. بحال دابا انا بغيت غير داك الصالون ديالي اللي كتشوفوا، بغيت نحل هذيك التلفازه ونحيد داك الكاغط لانه ما عاجبنيش، ولكن ما نقدرش بوحدي، نقدر ديك التلفازه نهرسها وهي اللي كنكسب كتفرج فيها اسراء، وهذا ما كنبغيش ندير شي حاجه، لانني واحد درت شرعي يدي فواحد الحاجه ما عمري قلتها لكم البنات، خرجت على كلشي صافي، قال لي راجلي ها العارضوني ما بقيتش ديري شي حاجه تنكون معاك. شوفوا البنات شي بانيوات، راه جبت شي بانيوات وهكا باغا نغسلهم ان شاء الله، وهنا كنحك البنات هاد البلاصه هادي، دابا راه حكيت الحيط، دابا كنحك غير في جليج هكا، حيت باغا نرد حيت حكيت سميتو اش كيقولوا ليه، حكيت داك لابابو البنات وغنعاود نحكو ان شاء الله، عرفتي كيتصدى بدا كيخسر صافي، خاصو يتحيد شي نهار الله يستر غيطيح، انا راه حكيتو مزيان غنشللو مزيان هو الاول، ندخلو لبلاصتو صافي، عرفتي البنات قبيله ملي هزيتو في الاول ديك الهزه عرفتي كله تقلع وما بقاش بغى يرجع ليا كما كان، فخفت لي. المهم انتما غتشوفوا تفهموني، انتما بغيت دابا ندخلو هنا ما بغاش تمحلني في الرجعه، ها انتما هذه كيكون يدوني شنو هي هذه، هذه البنات راه بوسيط ديال الدراري، ماشي بوسيط، هذه كتحطي لتحت ليه كوش الحليب المشيطه ديال الدريري ولا ديال البنيته، وكتبدلي ليه تما، راه كانت في شكل فهمتوا، غير انا حيدت لها داك الشيء ودرتها بحال هكا اختي كوزينه مالنا اختي حنا ما عيناش الله تكون عندنا اختي كوزينه، مالنا ما نستاهلوش اختي، حتى انا راه نستاهل تكون عندي اختي كوزينه، مالي ما نستاهلش اختي، اخر ما كاين في الكوزينه هي اللي عندي دنيا، مالك زوينه. ها انتم بتشوفوا اختي رديت الدنيا كتشعل كتشعل كتشعل، عرفتي صافي، شوفوا البنات انتم عرفتي النقاره كيبان سبحان الله، واخا تكون الحاجه موسخه ولا هذا مثلا ولا فيها شي ديفو، ولكن ملي كتنقرا باين. بعدا صيقت غير بلاصه ديال الكوزينه هي الاولى، وضربتها بواحد الصيقه البنات للدار كامله عرفتي، وبقى لي الوقت سبحان الله عرفتي، جمعت الدار، درت بزاف د الحوايج ان شاء الله هانتوما غتشوفوهم في لا فيديو، بزاف د الحوايج حيدتهم. وشوفوا البنات اش لقيت هنا الصدمه، بان العود كيدخل ليا سراق الزيت، قالوا لي البنات دنيا راه مشى من عندك سراق سراق الزيت، شنو درتي ليه؟ درت ليه البنات غير واحد البرا، غير هو سراق الزيت راه كيد انا كنحيدو من عندي، ولكن كيدخل ما عندي ما ندير. وعاوتاني واحد الحاجه اخرى اليوم غنبدا نتفكر لكم ونقول لكم، وحده قالت لي على المش اللي قلت لكم البارح، المش قلت لكم راه المش دخل عليا لقيتو وسخ ليا الحوايج، قالت لي واش ما كتحشميش ضربتي المش وجريتي عليه، وسبحان الله البنات والله الا كنتقلدوا حنا عرفتي، سبحان الله كنتقلدوا عرفتي، وراجعت الفيديو ومشيت عند واحد البنت متتبعه عادي، قلت لها بغيت نسولك واش في الفيديو قلت راه كنضرب في المشاش، واش هزيت العصا وضربت المش وهذا، قالت لي دنيا سيري تكملي خدمتك، سيري دنيا قالت لي سير دنيا، قالت لي سيري تبركي، قالت لي شنو ضربتي، قالت لك انت غير عاودتي زعما راه دخل ليا المش واحد النهار ما كنتش ولقيتو زبل ليا والبنت ما درتش ما والو، قلت لي عافاك غير سير بحالك خرج عادي جدا، وفي الاخر جا راجلي وهزو عادي بشويه وخرجوا، ما ضربوا ما والو، راجلي اصلا عزيز عليه المشاش غير هو، حيت ما عندناش راجل فين غادي يبرك معنا المشاش، فالله يهدي ما خلق وصافي، والله العظيم الا بعد ما تقولي صافي ما نبقاش نجاوب، اللي بغى يفهمك غلط يفهمك، لان والله الا بصح البنات انت ما كتشوفوا كندير فوق من جهدي وضروري خاصك المهم هنا البنات صراحه اليوم النهار ديال التخمام ما درت لا غدا لا والو، راجلي ما كاينش، جا ومشى صراحه، جا قدا مع هز معايا غير واحد الحديده هكذا وعاود رجع، فما طيبتش الغدا زعما على حسابنا كاملين حتى العشيه. ها انت اختي درتي جبت هنا واحد الباط ديال الطون اختي، وتحيه لولاد الشعب اللي كي اختي تغداو ليا بالباط ديال الطون باش يزربيو حتى الليل ان شاء الله هكا كيديروا عشيه وكيتجمعوا عليها، وجبت البنات الخبز المناضه وكليت اختي اليوم، تبرعت عليهم كاملين خليتهم حتى خرجوا ايوا اختي نوض دابا عميت الجوع شويه ونوض نكمل اختي شغالاتي، شكون البنت اللي كتقول عميت الجوع، انا ملي كنبغي نشقى كنقول بغيت غير نعمي الجوع، خرجت سميتو خرجت البنات المخاد. المهم غادي نبارطاجي معكم علاش مشيت عند الخياطه قبيله، المهم راه تفهموا كلشي، راه نكون عاودت لكم في الاول ديال لا فيديو غنشرح لكم اكثر. خرجت المهم بعدا خرجت المخاد هنا كاملين، باغا نشطب ان شاء الله الزربيه، بغا نضربها بواحد الشطيبه لانني توسخات البنات، هي بصح عمرات بالخبز الفطور وهذا، خاصها تشطب مولفه البنات، كندوز غير باغي
عاوي على بابا، باي باي. باي باي، كنقول فكن ندوز غير باي باي بالزربه، ولكن دابا حسيت بها توسخات، خاصها تشطب. وشوفوا مع العلم راكم شفتوا يلاه فرجت البنات داك النهار وهزيتها صتها، وصراحه شوفوا البنات هنا راه غير داكشي ديال بنتي، قلت لكم ديال الدراري، ديال بنتي، ديال كتقطع شي وريقه، كيطيح التفرتيت، بزاف د الحوايج زعما ضروري ضروري. شوفي 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 شحال تجمع ليا، راه تقولوا مع حلا عمري شطبت زعما. المهم البنات غنقول لكم دابا بقيتوني يلاه بركت، يلاه اختي نشفت من الماء، ملي دخلت ملي ديت اسراء المدرسه ودخلت وانا حك هنا صوب هنا دير هنا، حتى نهار ديال الاربع ما كنلقاش فيه الراحه، ماشي بقى انا اللي كندير الشقه راسي، ما عنديش شقه بحال هذاك الكوزينه اللي شربت بصراحه حكيتها، داك الخز بكثرت ما كتقول لي في التعاليق دنيا داك الخز دنيا، راه من ديك البلاصه معفونه، وهي كون ها كانت معفونه نقول راه انا اللي مخلياها، ولا راه انا بصح معفونه ولا هذا، لا داكشي كيعاود كنحكو كيعاود يرجع على طبيعه الحال، لان عادي واحد البلاصه كتكون فيها الماء بزاف والبروده راه كتكون البنات ديما غتبقاو تلقاوها بحال هكاك. فحيت شوفوا يدي اختي، شوف طيبت يدي بجرابي لهانتي اختي، ودرت واحد البرودوي عرفتي، ومع كنت مجروحه في صبعاني، شوفوا درت داك البرودوي غير قصتو شعلت لي العافيه في يديا، ايوا ما عاد ما نديرو صافي، حيت صرت باقا سارده من هنا، خصني نبدل حوايجي بيجامتي خلاص راه ما نعرفش ليكم قبيله. بس المهم شاركت معكم في الزنقه، قلت لكم الخياطه ديت واحد المخدات، انا البنات كنت غادي نمشي للمسيره، كنت غادي نمشي ان شاء الله للمسيره، كنت غادي ناخذ كلشي مخدات من السوق ديال المسيره، كيكون رخيص في داكشي رخيص، المخدات ماشي مخدات كتاخذي الكيلو كتصايبي انت شنو بغيتي، كتفصلي المخات تفصلي فيها كلشي رخيص، كاع كاع الحاجه اللي غلات كدير 500 كتاخذي الثوب قداش شنو هو تصايبي منه المخات وتصايبي منه كلشي. ولكن قلت في عقلي راه عندي واحد المخات كنت خازنهم في الباريزه، وبقيت موسوسه كنقول واش بقاو عندي ولا صافي حيدتهم عليا، ما عقلتش حيت كنت عطيت شي حوايج بقا في الصاك زعما كون جمعتهم معاهم، وقلت غير خلي دنيا قلبي اليوم الصباح قلبت وانا نلقاهم وانا نفرح، والله الا فرحت البنات بحال شريت الجديد للدار. المهم دابا انا هادو شي حاجه جديده ان شاء الله غتغير لي الصالون ديالي، علاش؟ لان بزاف قال لي دنيا حاولي انك ديريه كلشي كيولا شي لمسات اللي هما بسط باش الصالون يتفتح، واخا الصراحه راه الصوف الصالون واعر ما شاء الله، وهاد الطلانط راه ما نكذبش عليكم راه شوفوا هادوك الطلانط اللونيه كدياولي وشريتهم انا وكلشي، ولكن راه هادو احسن منهم الصراحه، هادو راه اش غنقول لكم واحد اللوي اللي هو زوين وفتح لي الصالون، وعرفتي التصبين ديالهم ساهل بالزربه كيخرجوا زعما، ماشي زعما الاخرين كتصبنيهم كيبقاو واقفين. المهم ها نتوما راه كنت قبيله درت عند الخياطه، كنت باغا ندير لهم البنات الصراحه السنسله، وكنت باغا نبحث باغا نصور ان شاء الله فيديو، ما باغا نحط لكم اليوم ديال الاربعاء، والخياطه قالت انا ما مسالياش، مشيت عندها لقيت عندها عرام ديال الحوايج، المهم خدامه ما شاء الله الله يعاونها يا ربي، قالت لي انا ما مسالي جاتك على الاقل واحد سيمانه، قلت لها بزاف سيمانه، قلت لها غير ثلاثه ديال المخدات زعما ماشي طلامات ولا شي حاجه، صافي قلت لها غير غادي نخيطهم البنات غير انا في الدار، كنت باغا ندير لهم البنات. المهم هما هذا ها انت اختي كيفاش كيجيو، راه عقلتو عليهم كنعطاهم ليا داك الدري اللي كنخيط ليا الصالون ديالي في المسيره، هادو كان زعما زادهم ليا كادو من عنده زعما ها انت اختي هادي، وما كانوش جاو مع الاخر، قلت لي دنيا غير حيديهم وحيدتهم، قلت لي راه ما جاش مع داك الصالون الاول، ومع كنسمع بالنصائح ديالكم صافي حيدتهم عليا، قلت لي دنيا هادو غير حيديهم راه ما جاوش ها انت اختي ها الاخر ما توش كنبغيو لا ها انتوما هذا وين ثلاثه، وانا كنت غاده قبيله بغيت ندير لهم السنسله هنايا حيت دا غيعذبوني في الحلال وفي السدان ها انت اختي ها، بغيت ندير لهم السنسله واصلا داروا لي السنسله صغيره ما غاتجيش هنا ما عرفت، المهم هي قالت لي انا ما مساليش دابا، وزعما البنات جاتني انها ساهله تقدر ماشي زعما شي خدمه اللي صعيبه بالزربه، قالت لا فصافي ماشي مشكل ها انت اختي هما هادو غادي نعمرهم ان شاء الله، والخياطه سهله بالزربه غنخيطهم ان شاء الله، اليوم نبارطاجي معكم عاوتاني واحد التغيير غندير ان شاء الله في الصالون، غير قلت نرتاح ونصور معاكم حيت قبيله ملي كنت خارجه ما شرحتش لكم مزيان، يلا صحباتي ان شاء الله هانتوما معايا، قلت غير نرتاح ان شاء الله كل شويه نشف ونوض نكمل هانتوما معايا. المهم صحابات اش غنقول لكم صافي بديت، المهم عمرت المخدات راه ما شاركتش معكم، ما بغيتش يجيو نفس الفيديوهات نفس الفيديوهات، صافي هنايا وحطيتهم بحال هكا رتبتهم، المهم قولوا لي كيفاش جاوكم غنشاركوا معكم دابا تشوفوا كيفاش جاو المخدات اللي قلت لكم راه المهم دابا راه عمرتهم، ولكن باقي ما خيطتهمش غتموتوا عليا بالضحك، باقي ما خيطهم ما والو، غير حيت باغا نحط الفيديو دابا قلت غادي نزرب نحط لكم تشوفوا كيفاش جاو، وموراها ان شاء الله غنخيطهم على خاطري، درت البنات وحده تما درت وحده هنا، المهم هنا ما كاينش انا راه حيت باقا خاصني مخدات حتى العشيه ونجيبها، درت البنات وحده هنايا ودرت وحده في الوسط وهنا في الجنب، ودرت لهم ديك الطريقه ديال بحال هكا اختي، يا اختي تعلمنا اختي شنشوفها في اليوتيوب كيديروا هكا
حيت هادو البنات الصراحه صايبهم لي ولكن ماشي بالطريقه اللي كنت باغا، صايبهم لي ماشي مربعين باش يجوني بحال هكا، لا زعما يجوني هكذا. ها انت اختي شفتوا كيفاش، ما داروهمش بديك الطريقه، جاوا شويه هنا طوال بزاف، فانا كندير مع البنات بحال هكا، واصلا هذه هي الطريقه اللي كنشوف اليوتيوبرز كيديرهم بحال هكذا. وهنا عاوتاني درت لهادي بحال هكذا اختي، حتى انا بغيت ندان وعار زعما راه المهم ما تديوش عليه، درت وحده هكا وهذه عشرين درت لها بحال هكا هكا زعما كيشدوهم وكيدير. دابا حيت باقي البنات ما خيطتهمش خفت لي يتحلوا ليا، اما راه نوريكم الطريقه اللي كندير انا. المهم غنبعد دابا باش تشوفوا مزيان. ها انت اختي ها انت، والطبيله حطيتها هنايا الزبيه خلص رشطبتها، دابا تشرب واحد الشطيبه تاعت الكلب تاعت الكلب اختي مزيان احكا. ويلي نسيت بلاتي بلاتي. المهم شفتوا بعدا البنات الصالون كيفاش جا دابا، بزاف الكيدوني ديري مخدات يحلوا لك الصالون، هو الصالون راه زوين يفتحوا لك اللون ديال الصالون، الطلام راه هما هادوك زوينين، ولكن ديري شي مخدات. ها انت اختي راه كنت هاد الفكره جاتني شحال هادي وقلت غادي نمشي للمسيره، راه نعاود لكم نمشي للمسيره، وقلت في عقلي راه باقي عندي واحد المخاد هادو اللي كان عطاني داك الدري اللي في المسيره، كان عطاهم لي كادو من عنده، وسبحان الله العظيم حاجه كتخزنيها كتنفعك والله، فوقت فوقت الحزه كتلقايها. ها انت اختي ها انتوما كيفاش جاو. وهنا بغيت نوريكم بعدا راه الكاغيط الحمد لله بعدا راه شويه، راه باقي كل مره كنحيدو حيت باقي راجلي ما بركش باش يحيد ليا، باش يحيد ليا هذه يحيد ليا التلفازه وداكشي، حتى انا ما نقدرش اختي هاد التلفازه نخاف باش يحيد ليا كل التلفازه، فدابا راني كنحيد غير شويه شويه من داكشي اللي لتحت صافي. المهم اختي راه قلت نبارطاجي معكم وصافي، ما حدني دابا غننهي الفيديو دابا، قلت نبارطاجي معكم وغناخذ واحد الصوره ديال المينياتور هكا باش نحطها لكم في المينياتور ديال الفيديو. غنبعد اختي بحال هكذا بلاتي صافي دابا. يلا صحباتي باقي غادي نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، شكرا بزاف على الحب ديالكم ليا، وراه بفضل الله وبفضلكم كنزيد نتطور وكنزيد نتشجع. عمره اليوم والله ما كنت غنصور، والله ما نكذب عليكم، تهرست لي الرينغ لايت، صورت لي خالتي كريمه قالت لي واش ما كاينش شي فيديو اليوم، قلت لها راه ما كاينش فيديو، قالت لي دنيا علاش، قلت لها راني قلت لها الصراحه قلت لها راه اول حاجه عييت وبنتي اليوم انا ربعه غتمشي للمدرسه، وزائد الرينغ لايت تهرست لي ما بقاتش بغات تشد لي التليفون، كنحط في التليفون كطيح، قالت لي لا غير شوفي شي طريقه. المهم اختي عطاتني الحماس وانت وريتوني الحماس، التعاليق دنيا فينك، عندك ما تحتاج فيديو في العشيه، كيتصلوا بيا البنات ما شاء الله عرفتي خالتي كريمه، الناس هكا داخل المغرب خارج المغرب ما شاء الله، والله الحمد لله هذه راه من نعم ديال الله، ملي كيتصل بك الانسان يقول لك واش اليوم كاين فيديو، والله شي نوامر ما كنعرفهمش، شي دول ما كنعرفش، واحد النوامر بحال 39 بحال هادو نوامر في شكل كيقول لي دنيا واش العشيه كاين شي فيديو ولا لا، عرفتي كنفرح كنقول واش دنيا تشهرت لهاد الدرجه وصلت وصلت للعالميه. ايوا المهم راه كنبغي نضحك معكم وصافي، ويلا بسلام عليكم البنات حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، بسلام عليكم صحباتي.